ولد مشرف. تهانينا والناموس للجميع. تتواصل التحديات والإثارة ويتواصل الزميل الكريبي بن جابر المري. شكرا صالح الكربي، شكرا للزملاء الذين سبقوني بالتعليق. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تتواصل منافساتي وتحدياتي هذه الفترة الصباحية المخصصة لانطلاقات سن الثنايا، وهذه مسيرة شوطنا السابع بتحديات شوطنا المخصص لإنتاج قطر مع منافسات وتحديات فئة الإبكار الحاضرة والمتواجدة والمتنافسة بانطلاقات شعارات أبناء القبائل أبناء دول مجلس التعاون الحاضرين والمتواجدين في انطلاقات مستمرة عبر منافسات حية وعبر نقل حي مباشر من قناة الريان الفضائية الناقلة لكم أحداث وقايع هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد. لنبدأ معكم وبتحدياتكم بالصدارة، لنتابع إثارة المقدمة التماس. تعود ملكية التماس لمحمد بن تويم المنيف الهاجري، من يتقدم شعاره مع الصدارة ومع المقدمة والبداية. المركز الثاني الحضور من قبل نهب لعبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي والنقلة إلى المركز الثالث. لنتابع العنود على ثالث التحديات، تعود الملكية لمحمد بن جار الله بن ذروة البريدي المري والنقلة إلى المركز الرابع. نرى مشاهدينا الكرام الحضور من قبل الشهنية لسعيد بن ناصر العوامي المري والمركز الخامس. خود لعبد الله بن سعيد بن رومي المري. هذه الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة وتحديات شوطنا السابع بانطلاقات ومنافسات وتحديات هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة والمتنافسة. لنعود بحضراتكم إلى مقدمة هذا الشوط لنتابع مسيرة الصدارة وانطلاقة البداية وتحديات التماس. التماس من بدأت تصنع الحماس مبكرا لتنطلق بالمنافسة والتحدي الكبير مع المركز الأول. محمد بن تويم المنيف الهاجري هو المالك لتحديات التماس، وهو من يقدم لنا هذه البطلة بتحديات الصدارة. المركز الثاني نراقب من تراقب الصدارة وتحضر بتحدياتها نهب بشعار عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي، من يحضر شعاره مع المرتبة الثانية، ومن يقدم لنا حاملة الرقم اثنين ويمني النفس بانتزاع المركز الأول بتقدم نهب. من بدأت بهذه اللحظات تنهب المقدمة بانطلاقتها لتخطف الصدارة بحضورها مع الانطلاق الأول ومع المركز الأول بشعار عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي. المركز الثاني تتواجد مشاهدينا الكرام التماس محمد بن تويمة المنيف الهاجري والنقلة إلى المركز الثالث. لنتابع العنود على ثالث المراكز، ومحمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة المري من يحضر شعار على ثالث التحديات. والمركز الرابع القدوم من قبل الشهنية سعيد بن ناصر العوامي المري، من يحضر شعار مع المرتبة الرابعة. المركز الخامس نرى مشاهدينا الكرام الحضور من قبل خود عبد الله بن سعيد الرومي المري، من يتواجد شعاره مع المركز الخامس. ومع ختام نداءنا الثاني للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة والمتنافسة بهذه المسيرة، لم يتجدد أي جديد من قبل حضور هذه الشعارات الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة. لنعود بحضراتكم إلى المركز الأول لنتابع الصدارة، لنرى مقدمة هذا الانطلاق ومع المقدمة نهب. من تحضر بالصدارة، من تحضر بالمقدمة، من تقود الأسماء وتسيطر تمام السيطرة لعبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي مع البداية. ومع الصدارة يحضر شعاره بأول الأسماء وأول
الانطلاقات المركز الثاني يتابع التواجد من قبل التماس محمد بن تويم المنيف الهاجري من يتواجد شعاره على ثاني التحديات. هنالك الانطلاق الجميل، هنالك الحضور المميز من قبل التماس المركز الثالث. نرى مشاهدين الكرام على ثالث المراكز وثالث التحديات من ميمنة الميدان تدخل من قبل الشانية سعيد بن ناصر العوامي على المركز الثالث. المركز الرابع تابع التقدم من قبل العنود محمد بن جر الله بن ذروة المري على المركز الثالث، يقدم لنا شعار بن ذروة ليكون حاضرا في قلب المنافسة ومع تحديات شعاره وحضور العنود على المركز الرابع. المركز الخامس نرى هذا التدخل الجميل من قبل امتثال، وصلت امتثال بشعار راشد بن محمد بن ناصر باللخن المري ليقدم لنا شعاره الخطير الحاضر وايضا القادم مع امتثال على المركز الخامس ومع خامس التحديات. هذه المسيرة مشاهدينا الكرام، هذه الانطلاقة والخماسية الماسية التي تضم بأقطابها الخمسة هذه النجوم الحاضرة. وكذلك نرى هنالك اسماء خلف النداء غادمة لا محالة إلى التحدي الكبير، إلى المنافسة المثيرة، إلى اختطاف لقب هذا الشوط وإلى اختطاف المركز الأول مع مسيرة شوط إنتاج قطر وتحديات إنتاج قطر بالمنافسات والتحديات الكبرى. لنعود إلى الصدارة لنتابع مجريات المقدمة لنرى هذا الثنائي الجميل مع انطلاقة نهب ومع حضور التماس والمنافسة الشريفة ما بين هذه الشعارات الحاضرة، شعارات أبناء قطر من يقدمون لنا أيضا إنتاجهم الفاخر، الحاضر بالتحديات الكبرى. لنتابع المقدمة نهب، على الصدارة، نهب على المقدمة حتى هذه اللحظات مسيطرة تمام السيطرة على بداية الصدارة. المركز الأول شعار عبد الله بن راشد الجفالي النعيمي، لكن الصدارة خطفت بهذه اللحظات من قبل التماس بن تويم من يقدم أو بوتويم من يقدم لنا شعاره محمد بن تويم المنيف الهاجري من انطلق بالمركز الأول، انطلق بالصدارة والقيادة مع بداية هذا المسار الجميل. المركز الثاني يتابع الحضور من قبل نهب لعبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي. والمركز الثالث من حضرت قبة غادمة بهذه اللحظات بشعار جار الله بن حمد بن جار الله بن جحويل المري من يقدم لنا شعار على المركز الثالث ومع ثالث التحديات. قبة الغادمة التي حضرت لتقبس المنافسة بالتحدي الكبير وبحضورها المشرف على المركز الثالث. المركز الرابع شوفوا يا لجمالية المنظر، مركز اثنين مع المركز الثاني، المركز رقم ثلاثة يحمل أيضا تحمل رقم ثلاثة، المركز الرابع تحمل أيضا رقم أربعة، تعود ملكيتها لسعيد بن ناصر العوامي مع الشانية على المركز الرابع. المركز الخامس العنود من تحمل الرقم واحد بشعار محمد بن جار الله بن ذروة المري على المركز الخامس مع خامس التحديات. لنعود إلى الصدارة، لنعود إلى المقدمة لنتابع تحديات التماس، ونهب وقبة، والتماس ونهب والمنافسة الخطيرة وانضمام الشانية مع هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نهب من غيرت الصدارة، من انطلقت نحو المركز الأول، من حضرت بحضور الأقوياء لتكون هي الأقوى حتى هذه اللحظات بالصدارة وبالمركز الأول، ناهبة المركز الأول بحضورها عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي. المركز الثاني الشانية وسعيد بن ناصر العوامي. الله شوفوا الشانية من تسللت من المركز الرابع إلى المركز الأول مباشرة بانطلاقة الصدارة بشعار سعيد بن ناصر العوامي. المركز الثاني نهب عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي. المركز
الثالث قبة القادمة بشعار جر الله بن حمد بن جر الله بن جهويل المري، الخطر الحاضر بالتحدي والكبير. المركز الرابع نتابع التماس محمد بن سويمة المنيف الهاجري، والمركز الخامس الحضور من قبل العنود لمحمد بن جر الله بن ذروة البريدي مع المركز الخامس 1500 متر. خلاص بدأ العد التنازلي، بدأنا مع المنعطف الأخير نحو المنصة نحو التتويج. بانت المنصة بهذه اللحظات يا إخوان، الله شوف الأسماء بدأت تزداد من سرعتها بهذه اللحظات، بدأت الأسماء تنطلق بهذه اللحظات مع المركز الأول الشهنية والدماء الشانية الحاضرة بانطلاقة الصدارة. سعيد بن ناصر العوامي من يقدم لنا سلالة شاهين الوبرة مع المركز الأول بعين القمرة الحاضر بهذه السلالة مع انطلاقة الشانية. المركز الثاني قبة الحاضرة مع المركز الثاني سلالة عز الجيش المملوك لبن سالمين يحتضر هذه السلالة لتقدم لنا أيضا هذه الانطلاقة الجميلة مع قبة لجر الله بن حمد بن جحويل المر. المركز الثالث تتواجد نهب بشعار عبد الله بن راشد الجفال النعيمي، لكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، إلى الشانية. هدوء هدوء ما بين المضمرين، ما بين شعار العوامي وشعار بن جهويل. الحزام الأخضر، الحزام الأخضر، الله الناموس بالانتظار، الناموس بالانتظار لمن من هذه الأسماء يحتار يحتار ما بين شعار العوامي وما بين شعار بن جهويل، بين شعار بن جهويل. لكن شوف القدوم، شوف الوصول، وصلت بهذه اللحظات خوة لحمد بن ناصر بن حطاب الكعبي، لكن الصدارة اللحظات الحاسمة، اللحظات الحاسمة. قبة قبة على المركز الأول مع المركز الأول شعار الحطاب قادم، لكن شعار بن جهويل يصمد حتى هذه اللحظات، اللحظات الحاسمة. الله بن جهويل، بن جهويل يخطف الناموس، يخطف الناموس. سلالة عز الجيش المملوك لبن سالمين تخطف الناموس بهذه الانطلاقة مع قبة الخاطفة، الخاطفة للناموس المتوجة بهذه المسيرة. تهانينا والناموس لمالك قبة جر الله بن حمد بن جهويل. المركز الثاني خوة لمحمد بن ناصر بن حطاب الكعبي. المركز الثالث اللي على المركز الثاني سلالة ملبي، المركز الثالث وصلت شاهين السعيد بن ناصر العوامي، هذه سلالة شاهين الوبرة. المركز الرابع وصلت نهب لعبد الله بن راشد الجفال النعيمي، هذه سلالة الصارم. المركز الخامس كان الوصول من قبل امتثال راشد بن محمد بن ناصر بن لخن المري، وسلالة سياف العقدة من وصلت على المركز الخامس. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا المنافسة التي حضرت ما بين هذه الأسماء، وكانت مشاهدينا الكرام قبة الخاطفة للناموس بتوقيت زمني وغدره 13:15:44. تهانينا والناموس لمالك قبة جر الله بن حمد بن جر الله بن جهويل المري. المركز الثاني وصلت قوة توقيت الزمن 13:16:24. تهانينا والناموس محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي. المركز الثالث كان الوصول من قبل مشاهدينا الكرام الشهنية. ثلاثة عشر دقيقة 17 ثانية 53 جزء من الثانية. تهانينا والناموس سعيد بن ناصر العوام المري على حصول الشهنية على المركز الثالث في تحديات شوطين الذي انقضى قبل لحظات. شوط جديد ينطلق، والكلمة لك يا أبو مارك.